دايما من الاشياء المهمه قوي لما حد يجي يسالني عن التوافق بينه وبين حد تاني، حته الريتم او سرعه الريتم. يعني ممكن تلاقي حد كده رتم حياته سريع قوي والتاني رتم حياته بطيء قوي، عشان النقطه دي بالذات التوافق بينهم مش حلو ومش لذيذ. في فرق في السرعات، في فرق في السرعات، وهو ده موضوع حلقتنا بتاع النهارده. نساء الابراج اللي ما بتطيقش ابدا الشخصيات البطيئه او البارده او اللي بتجيب لها شلل. يلا بينا. وفي قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته هنقول بقى الشخص اللي كان بيعلق في قناتنا وتعرف على صديقة لينا وحبها، او هي خلاها يعني تحبه وهو ما حبهاش طبعا، وخد منها حاجة واستغلها وبعدين هدتها، واحنا نزلنا الحلقة وانا كنت حذرته وبعتنا له الحلقة لو انت ما ارتجعتش عن اللي في دماغك ايه اللي هيحصل. هو رد عليا طبعا، وفي كلام اتقال مش عايز اطول عليكم، لكن احنا هننزل حلقة النهاردة على الساعة 12 بتوقيت مصر الليلة فيها التفاصيل كلها، وهو رد وقال ايه وقال على المتابعين ايه وقال ايه اللي حصل واحنا هنعمل معاه ايه. المهم ان القصة دي فيها تفاصيل مثيرة، وانا هكون سايب رابطها في وصف الفيديو وفي اول تعليق، وبرضه نفس الكلام لو احنا بتاع الفيسبوك، لو انت على الفيسبوك هتلاقيها في التعليقات، انضموا وتابعوا لان قصة مفيدة قوي ومهمة قوي وفيها تحذيرات لكل اصدقائنا اللي بيتابعونا قوي قوي. مش هطول عليكم، كل التفاصيل في الحلقة اللي انا قلت لكم عليها، دوسوا بس على الرابط وصدقوني هيكون في افادة كبيرة قوي. اهلا باجمل الناس في الدنيا، برحب بيكم. سريعا كده جدي عرفنا بنفسه، نرحب بيه، واللي ما اشتركش يشترك عشان نفضل متواصلين مع بعض. وتوقعوا كل انثى تتوقع مركزها او برجها يجي في المركز الكام. احنا معانا ال 12 انثى من ال 12 للمركز الاول. من اول الاناث اللي عادي لو انت شخصيه بطيئه رجل او ست، خلي بالك يعني عادي ما فيش مشكله، لحد الاناث اللي يا ساتر لو انت بطيء هتبقى بارد قوي بالنسبه لها وممكن تسيب لك الدنيا بما فيها عشان النقطه دي. فاياك او اياك ان انت تستهون بحاجه زي كده. العذراء في المركز ال 12 اقل النساء مقارنه بيهم، ولكل قاعده استثناءات اللي ممكن يفرق معاها الشخصيه البطيئه. يعني احنا مرتبطين، انما انت شخص بطيء قوي قوي تجيب شلل اقسم بالله. مع العذراوية ممكن يعني بصلة كده وتعصر على نفسها ليمونة وتكمل معاك، مفيش مشكلة. اعلى منها في ال 12 الثورية، نفس الكلام ونفس الفلسفة. ممكن لو انت ما فيكش غير الصفة دي، حتة البطء الشديد الذي يؤدي عاجلا ام اجلا الى الشلل، مفيش مشكلة. الثورية ممكن ان هي تتقبل. اعلى منهم في العاشر المرأة الحديدية انثى الجدي. اذا النساء الترابية انجاز التعبير هي اكثر نساء ما يفرقش معاها شخصيتك البطيئة الباردة البهتة التلمة البطيئة زيادة عن اللزوم. وتعالوا بقى ندخل في الجد شوية. هنبدأ بقى ندخل في منطقة وسط النساء اللي بين البنين، يعني برضو هيبقى الموضوع صعب قوي، انما مش زي رباعي خط النار ابدا. واقول ندوس لايك ونشير لو شايفين الحلقة مفيدة طلب المعتاد. العقروبة انثى برج العقرب في المركز التاسع. لو انت بطيء قوي ورتم الحياة بطيء قوي هتعمل اذى نفسي للعقروبة، ولو انت بطيء بس مش قوي ممكن تتمشى معاك العقروبة وهي جاية على نفسها كده مضطرة صراحة. يعني اعلى منها في المركز الثامن، وبدأنا نخش خلي بالك في النساء اللي ملهاش صبر. اقسم بالله احنا داخلين في نساء ملهاش صبر. انثى برج الحوت في المركز الثامن، وهو بقى هنبدأ بقى نتضايق، هنبدأ ان احنا نزعل من بعض مع الحوتية. لو انت شخصية بطيئة قوي ورتم الحياة بطيء قوي هيبدأ في تشك، هيبدأ في توتر في العلاقة معاها. أعلى منها في السابع وجد الجد السرطونة السندريلا، عصبية ملهاش صب، هادية بس مش باردة، هادية بس مش بطيئة، هادية بس مش باهتة يعني، فخلي بالك. إنما صراحة بقى كل النساء دي اركنها لي على جنب، ومن أول المركز السادس وطالع منطقة ومستوى وليفل وحاجة تانية.
اطلاقا وخالص مع انثى برج الدلو الهوائي كده. انت يعني البطء الشديد بتاعك ده هو اول مسمار في نعش علاقتك بيها مع الدلوية. لا تطيق اطلاقا الشخصية اللي هي بطيئة ورتم حياتها بطيء جدا، ممكن يكون ده هو السبب الوحيد اللي خلى انثى برج الدلو تبتعد عنك. انما في المركز الخامس في انثى اعلى واقوى واشد وما عندهاش صبر اطلاقا للي انت ممكن تعمله ده، هي الفارسة العنيدة الحملوية انثى برج الحمل. هتولع فيك ببنزين اقسم بالله. بص، لو انت بارد وبطيء ورتم حياتك هادي قوي مع انثى برج الحمل هتجيب لها شلل، صدقني هتجيب لها الضغط والسكر والانفعال والعصبية، هتجيب لها جميع الامراض اللي هي جاية من هذا المنطلق. عشان كده هتقول لك مع السلامة والقلب دعي لك. الحملوية تقول كده ما عندهاش اي مشكلة، دي نار. انثى برج الحمل دي نار، نار ولعة كده ازاي. ولذلك كل الرجال البطيئة في رتم حتى لا تصلح مع الحملوية اطلاقا. تلاقي في توتر قوي في العلاقة، في فرق رتم الحياة مش مجاري بعضه اطلاقا. رباعي خط النار نار في حلقة النهاردة. شوفوا سرعة النار مع البطء ايه اللي يحصل. الميزانية انثى برج الميزان في المركز الرابع، يا ويلي لو انت شخصية بطيئة مع انثى برج الميزان. اكتر حاجة ممكن تستفزها وتخنقها منك وتخليها مش طايقاك ونفسها تلسعك كده تهفك على وشك بالقلم، لو انت شخصية البطء بتاعك مع الميزانية هيوصلك ان انت هتبقى غتت غتت قوي قوي مع انثى برج الميزان. الحق نفسك. بل لذلك الرجال او الشخصيات البطيئة قوي واللي رتم حياتها بطيء قوي ما تنفعش اطلاقا مع انثى برج الميزان. اعلى منها الجوزائية في المركز الثالث. الجوزائية انت كده بقى يعني دخلنا في منطقة غلط مع انثى برج الجوزاء. لا تطيق اطلاقا البرود والبطء والتأني الشديد والتقل الشديد زيادة عن اللزوم. بص هتخليها هتفرقع، هتفرقع من الغيظ وهتبقى بص عايزة تنقض عليك كده وتاكلك بسنانها. انثى برج الجوزاء ملهاش صبر اطلاقا ابدا لأي شخصية رتم حياتها بطيء اطلاقا الجوزائية. اعلى منها في المركز الثاني واشد واقوى زعيمة العصابة. وانا لما قلت زعيمة العصابة حذاري من انثى برج الاسد. انت بقى لو شخصية كده هتبقى غيتت قوي وممل قوي، يعني انت هتبقى مع الجوزائية هتبقى شايفك حاجة مملة قوي والجوزائية بتكره الملل قوي. وانثى برج الاسد من كتر الضيقة والغيظ من كتر بطئك وبرودك ممكن ما تستبعدش ان هي تقلع الشبشب وتنزل فوقك. صدقني انا مش بقى يعني انثى برج الاسد بتعمل كده قوي قوي وما عندهاش اي مشكلة. فلذلك حذاري مع انثى برج الاسد ان انت تتعامل بالريتم ده او بالاسلوب ده، لن تطيق اطلاقا. يعني انفت بجلدك، ابعد كده. النساء دي لو انت شخص يعني بتمدح وبطيء وماشي كده تجيب شلل واليوم بتاعك بسنة يومك بسنة، خلي بالك يعني ابعد عشان خاطري انا، عشان خاطري عن نساء القمة في حلقة النهاردة. رجاء ده التحذير اللي انا عايز ان انا اقوله لك. الشعنونة بقى، ده اسمها الشعنونة، القوسية بتتصدر كل النساء في حلقة النهاردة. دي هتجيب بنزين وزيت وهتولع فيك لو كانت شخصيتك كده، لو كنت بارد وبطيء وباهت وتلم وغتت. يا ساتر، ابعد عن القوسية. لقيتها ماشية من الطريق ده لف وارجع على طول، اوعى تمشي معاها. فرق كبير قوي قوي في السرعات بينك وبين القوسية وبينك وبين نساء القمة كلهم. مستني رأيكم في الحلقة دي. الحلقة دي مهمة قوي للتوافق عشان نعرف توافقنا ونقدر ان احنا يكون الصورة اوضح قدامنا. بقرا كل التعليقات بكون سعيد بيها. اكتبوا لي كل تعليقاتكم وانا بكون سعيد جدا وانا بتلقاها او انا بقراها. واي حد بتشوف فيديوهاتي عنده غير محمد ابو زيد نصاب يعمل له ابلاغ، وقنواتنا التانية وروابطنا اللي بيسأل ازاي يتواصل معايا كل ده في وصف الفيديو اول تعليق. والى اللقاء.